الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الكرام والأباء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزا الله خيرا الشيخ محي الدين على هذا البيان والتفصيل، وهذا الذي ذكره هو مهمات الإسلام التي ينبغي أن يتعلمها الناس، وذلك لأن الإنسان يحتاج إلى أن يجدد إيمانه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب البالي، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فيحتاج الإنسان إلى أن يذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا الحديث العظيم، حديث جبريل عليه السلام، هو من الأحاديث المهمة التي اعتنى بها العلماء، وهو حديث يبين أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان الإحسان. وذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أشراط الساعة أيضا من الأمور المتعلقة بالإيمان، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا الإيمان، لأن القرآن والسنة إنما تخاطب المؤمنين، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب هدى للمتقين. من هم المتقون؟ المؤمنون، هم المؤمنون الذين يؤمنون بما جاء في هذا القرآن وما نزل في هذا القرآن. وأعظم القضايا التي اعتنى بها القرآن في مسألة الإيمان هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وتنوعت الأدلة في حض الناس وفي بيان هذا الإيمان لهم، وذلك لأن القرآن هو الكتاب الخاتم الذي احتوى على الحجج العظيمة التي يقيم الله سبحانه وتعالى بها الأدلة على وجوب الإيمان به. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهذا يدخل في الإيمان بالله، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالآية بدت كما بين الشيخ محي الدين بتوحيد الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال العلماء: ولم يأتي أو تأتي الآية يا أيها الناس اعبدوا الله، وذلك لأن الرب في هذه الآية مناسب، لأن الخالق المدبر هو المستحق للعبادة. ما دام أن الله هو الخالق وحده، وأنه الرازق وحده، وأنه المنعم على العباد وحده، إذن يستحق العبادة وحده. وأنه من الظلم ومن أعظم الظلم أن تصرف أو يصرف شيء من العبادة لأحد من المخلوقين صالحا كان أو طالحا، لأنه لم يشارك الله سبحانه وتعالى، ولم يعاون الله جل وعلا، ولم يكن له تفرد في شيء مما خلق الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال ابن كثير: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودي ما كانت قضية بتاعت خلاف زي ما بين الشيخ جزاه الله خيرا،
بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم، ما كان في خلاف في إن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق، ودل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولذلك يتأسف الإنسان إذا وجدت عند بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام أن غير الله سبحانه وتعالى يخلق وأنه يهب الذرية. دي عقائد موجودة الآن، يقول لك في كل بلد كم أدى ولد كم حل عقد، بالسودانية تسمعها في الإذاعات في التلفزيون وفي غيره، في كل محل يربط ويحل كم أدى طفل من غير مس وتفل، ده شيخ سوداني قال. في كل بلد كم حل عقد كم أدى ولد، خلينا من اسمه كويس، ده موجود الآن. يعتقد أن هذا الإنسان صالحا كان أو طالحا يعطي مع الله الولد ويخلق مع الله. وربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله. طيب هل الرسل دون الله ولا هم الله؟ هم دون الله. الصالحون دون الله. الصحابة رضي الله عنهم دون الله. الملائكة عليهم السلام دون الله. الجن من المؤمنين دون الله. من الشياطين دون الله. فربنا سبحانه وتعالى قال: لن يخلقوا، ولن أداة نفي تنصب الفعل المضارع، ويخلق فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ربنا قال ما بيقدر، وهذا يدل على الاستمرار لأنه جاءت بالفعل المضارع. ما بيقدر، ما بدي ولد ولا بحل عقد ولا بيتصرف في كون ولا بيسوي أي حاجة. ربنا قال لك: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بعدين ربنا ما تحدى أحد واحد واحد، وإنما تحداهم مجتمعين. قال: ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم أن يأخذ منهم بقوة الذباب. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله في التفسير، قال: وقد تحدى الله سبحانه وتعالى بالذباب وتحداهم بالمفرد، يعني ضبانة واحدة ذباب، لحقارته ولكثرته ولضعفه ولمهانته. شوف ربنا ما تحداهم بشنو؟ بناقة، ولا تحداهم بفيل، ولا تحداهم ببني آدم، إنما تحداهم بذباب. ربنا قال: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم. بعدين دي آية من آيات الله، أن الذباب يسلب ولا يستأذن، ما بيستأذن. وللأسف الشديد تلقى ناس مسلمين ربنا كرمهم، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تلقاهم ناس يحبوا لمخلوق زيهم ويبوسوا له إيده وكراعوا ويتذللوا له من دون الله سبحانه وتعالى. وهنا ربنا أراد أن يبين لهم أن هؤلاء العباد الذين تصرف إليهم العبادات هم ضعفاء مثلك. ربنا قال: وإن يسلبهم، ده من الآيات من آيات الله، وإن يسلبهم أن يأخذ منهم بقوة ومن غير استئذان. الذباب شيئا لا يستنقذوه، أي لا يستخرجوه منه. ربنا قال: ضعف الطالب والمطلوب. ولذلك يا أخواننا، من العقائد الفاسدة اعتقاد أن غير الله سبحانه وتعالى يهب الذرية. يا أخ ربنا في القرآن بيّن أنبياء كرام، أنبياء مستجابو الدعوة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا
وأنت خير الوارثين. ربنا قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وشوف ربنا بيوهب، ربنا ما داير بياض، ما ربنا ما عنده وكيل بيدخل تلو تحت المصلاية ولا سكرتير ولا بيسدد فواتير في بنك، ربنا بيديك بالمجان. ربنا قال فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم أي هؤلاء الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا بيعبدوا الله بالخشوع بالذلة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذا ربنا قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، كما قال تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشره. قال لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، ربنا فرش الواطة ومهده وجعل فيها الفجاج والسبل وجعل فيها الجبال تثبتها وجعل فيها الأنهار يستفيد منها الخلق ويتنقلون من خلالها. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه كلها من نعم الله. ولذا قال الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. احنا بنسميه مزارع وهو في الحقيقة حارث، يحرث يعني بيحرث الواطة ويكون فوق الحبوب ويرجو رحمة الله، بعد ده بترجى رحمة الله. عشان كده كثير من الناس يقول لك يا زول والله الزراعة دي فيها مخاطرة، مش فيها مخاطرة كويس. هذه من آيات الله، الإنسان يرمي الحبة وربنا سبحانه وتعالى الحبة ينزل لها موية بمقدار معين عشان تتفتح الحبة وتنبت، بعد ذلك بينزل لها مطر بمقدار معين عشان ما تحرق. ولك الزراعة حرقت السنة دي وناس فوق ديل زراعتهم ما نزلت لها مطر، والناس التحت الموية كترت عليهم حرقت. ربنا بنزل المطر بقدر معلوم. عشان كده ربنا قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، كلها من الآيات التي توجب على الإنسان ليس فقط أن يحب الله ويتوجه إليه العبادة، بل يكره ويبغض ما عليه كثير من الناس من صرف العبادات لغير الله، تبغض ذلك وتكرهه. إذا كان الإنسان إذا أنعم عليه أحد من الناس نعمة ونسبها إلى غيره غضب، فكيف بالنعم التي يعيشها الإنسان والتي ينعم الله بها على العباد ليلا ونهارا صغارا وكبارا رجالا ونساء، وكثير منهم بعد ذلك ينسبها لغير الله. الليلة لو في زول كبير مثلا في بيت ربى أخوانه صغار كويس وأنفق عليهم لغاية ما خشوا المدارس ويتخرجوا ويتزوجوا، وناس قاعدين لهم في قعدة، واحد قال والله يا أخواننا نحن كنا صغار لكن عمنا ذاك ما قصر معانا، وهو أخو خلى القراية عشان يقريه، ده قال والله عمنا ذاك ما قصر معانا، أو قال أخويا الثاني ذاك ما قصر معانا، ده بيزعل منه يقول له تاني ما تخش بيتي ده، أنت زول كافر نعمة وأنت زول ما بتدي الناس حقهم. كيف ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى ينعم على العباد والنعم مبتداها ومنتهاها من الله ثم بعد ذلك يشكر العباد غيره. عشان كده ربنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا
وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة بعد أن أكل الإنسان من الحبوب وغيرها، وبعد أن أطعمه الله من الفواكه، وبعد أن أطعم الله بهيمته وفاكهة وأبا وهو طعام البهائم، ربنا قال متاعا لكم ولأنعامكم. بداية الآيات فلينظر الإنسان إلى طعامه، عشان كذا ربنا أثنى على نفسه وأنكر على من يدعو ويصرف العبادة لغيره في سورة الأنعام. ربنا قال قل أغير الله أتخذ وليا، يعني أسوي لي ولي غير الله؟ طيب لماذا لا تتخذ ولي إلا الله؟ قال وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم. ربنا سبحانه وتعالى يمن على العباد. ربنا قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. بني آدم وبعض المخلوقات فقط من تدخر زي النملة، البني آدم والفار كما قال العلماء ديل بس اللي بيدخروا، لكن ما بتلقى مخلوق تاني بيدخر، ما بتلقى. ديل ربنا سبحانه وتعالى يوصل إليهم أرزاقهم، بل لو أن الله سبحانه وتعالى هيئ الأرزاق وبقت الأرزاق جاهزة للناس، ده حياكل فول، ده حياكل شيء، داك حياكل كبدة، داك ما حياكل، داك حيشرب موية، داك حيشرب عصير، داك حيشرب لبن، وهكذا. لو ربنا سبحانه وتعالى هيئ لهم الأرزاق دي وقال لهم كده يوزعوها على المخلوقين ديل، ما بيقدر يوزعوها. ولذا كان هذا من آيات الله، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وفي بعض القراءات ولا يطعم. ربنا سبحانه وتنزه له الحياة الكاملة لا يحتاج إلى الطعام، عشان كده ربنا وصف بعض الصالحين أنه يحتاج إلى الطعام، وهذه ليست صفة من يستحق العبادة، أنه دي حقوق. ربنا عنده حق، والرسول صلى الله عليه وسلم عنده حق، والصحابة رضي الله عنهم عندهم حق، والعلماء عندهم حق، والصالحين عندهم حق، وعموم المسلمين عندهم حق، والجار عنده حق، والرحم عنده حق، والوالدين عندهم حق، والأرحام عندهم حق، فلا تخلط الحقوق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيّن لما عبد الناس عيسى ابن مريم، النصارى لما صرفوا العبادات لعيسى ابن مريم، ربنا بيّن لهم أن عيسى عليه السلام ورسول كريم، لا كما قالت اليهود أنه ليس برسول، لهو رسول كريم، ولكن لا يستحق العبادة لأن العبادة ما حقته. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال الله، وهذا يوم القيامة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ده ما حقي أنا. طيب إذا عيسى عليه السلام قال ده ما حقي، ليه الناس بيزعلوا إذا قلت له ما تنادي فلان من الناس؟ بيزعل ليه؟ ما حقته، ما شتمته ولا سيت له ولا تنقصته، وإنما قلت هذا حق الله. يا أخي لين الناس بيمرقوا مظاهرات ويكسروا ويسووا ويقوموا ويقعدوا ويشتموا، تلقاهم شغالين غيبة من الصباح، الوزير الفلاني والبتاع الفلاني، قل لي قل لك دي ما غيبة، له قاعد لا ما قاعد، طيب غيبة في شنو ده كله؟ في أمر الدنيا، في حقه هو، أين حق الله؟ لماذا لا يغضب؟ فكذا عيسى عليه السلام قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ده ما حقي أنا، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهذا يدل على أن من 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 ادعى هذا الحق أنه ظالم، وأن هذه جريمة، وأنه طاغوت. اللي بيدعي الحق ده دي جريمة، عشان كده عيسى عليه السلام قاعد يتبرأ في هذه الآيات، يتبرأ، قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أنا ما ممكن أقول حاجة ما حقتي دي حقتي أنا، ما ممكن.
إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شكد ربنا سبحانه وتعالى قال ما المسيح ابن مريم، شوف الحقوق دي كيف ربنا وضعها في محلة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول ليس هو كذاب كما قال اليهود عليهم من الله ما يستحقون. الأذان بينا أن الظلم يقع عند خلط هذه الحقوق. قال الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا فيه رد على اليهود الذين جحدوا وأنكروا رسالة نبي الله عيسى عليه السلام. قال الله تعالى وأمه صديقة، وهذا رد على أيضا على اليهود الذين رموها عليها السلام بالزنا. ونحن هذه الأيام بهذه المناسبة يعني للأسف الشديد بقينا نحتفل مع اليهود ومع النصارى بأعيادهم الباطلة، عيد 25 ديسمبر وعيد 1/1 ميلاد المسيح والسنة الميلادية الجديدة، وهذا حرام على المسلمين أن يعظموا هذه الأيام، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور. قال العلماء ومن معنى الزور في هذه الآية أعياد المشركين، وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يجوز للإنسان أن يعظم هذه الأيام، الأيام بتاعت المشركين، لأن هذه أيام تنزل فيها السخطة، تنزل فيها السخطة، ولا يجوز تهنئة النصارى بهذه الأعياد، لأن الناس يقول لك من باب المحبة والسلام وكذا أو من باب دعوتهم إلى الإسلام ونوريهم سماحة الإسلام إننا نهنئهم بالدين. العلماء قالوا هذا ليس من بيان سماحة الإسلام في شيء، وإنما الأعياد هي من خصائص الأديان، الأعياد من خصائص الأديان. ولذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد للناس يومان يلعبون فيهما، فقالوا فقال ما هذان اليومان؟ قالوا عيدان، أو قالوا يومان نلعب فيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. ولا يجوز للإنسان أن يذهب حتى لو كان الإنسان يقول أنا في هذه الأيام أريد أن أبين لهم سماحة الإسلام، ليس هذا من بيان سماحة الإسلام، وناس يهنئوهم وكذا، وده كله من المحرمات، وهذا خطير على الإنسان. لا، بل العلماء قالوا تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم أشد من تهنئة هؤلاء على الزنا وشرب الخمور وارتكاب الفواحش. يعني تقول له مبروك، تقول له مبروك على هذا في هذا العيد، يقول لك طيب هم في العيد بيجونا، لو هو بيجيك ما تمش له، ومطالب يسلم ويؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت مطالب أن تدعوه، ليس كما يحصل الآن دعوات كثير من الجماعات والأحزاب، يقول لك ديل شان نكسبهم نمشي نهنيهم، ده حرام، ما بيجوز، ما بيجوز. بل الواجب على الإنسان في هذه الأيام أن يتجنبهم، كما قال عمر رضي الله عنه لا تدخلوا على اليهود والنصارى في كنائسهم أو قال في أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. وهؤلاء يهنئون بعضهم في هذه الأيام على أن عيسى ولد، يقول لك طيب فيها شنو ما ولد فيها؟ أنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس
ولد له ابنه عيسى في هذا اليوم. عشان كده جاء عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أو قال يؤذيني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ويكذبني وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأما تكذبه إياي فقوله أني لا أقدر أن أعيده كما كان وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. يشتمني ابن آدم، هذه شتيمة للباري تبارك وتعالى. ولو اطلع الإنسان على ما في كتب النصارى ما يسمى بالكتاب المقدس وهو المحرف من الضلال ومن الشرك ومن الكفر ما لا يستطيع الإنسان أن يحكيه أصلا، ما بتقدر تحكيه. لكن يا أخواننا الناس لما بعدوا عن الإسلام وتعلم الإسلام وتعلم هذه الأحكام وضعفت عندهم عقيدة الولاء والبراء صاروا يتبعون هؤلاء، وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني هم ذاته. الليلة تلقى الناس يحاكوهم، وتلقى كثير من الشباب خاصة الشباب تلقاهم في اليوم ده آخر يوم في 2016 وأول يوم 2017 تلقاهم مساهرين لـ 12 أو 1 صباحا شايلين ألعاب نارية وموية باردة، شايلين لهم بيض ودقيق، قاعدين يتفالقوا في اليوم ده فرحانين وقالين الشغلانية هي كلها في الليك بالبيض وكده. وإنما هذا من خاصة هؤلاء النصارى، وهذا يوم سخط وغضب، يوم سخط وغضب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في أواخر سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ربنا قال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ربنا ما محتاج، ربنا قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون. وربنا سبحانه وتعالى قال وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم، وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه في بداية الكلام، أي أن هؤلاء اتخذوا الجن أربابا من دون الله، زي ما ربنا ذكر في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا كان الرجل من أهل الجاهلية إذا كان في سفر ونزل واديا يقول اللهم إني أعوذ، أي أحتمي، أو يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهائه، يعني أحتمي بالجن الكبير من السفهاء بتاعنا الجن. ربنا قال فزادوهم رهقا، فطغى الجنيون على الإنسيين، عرفت؟ أو زادوهم شدة على ما كانوا عليه كما ذكر العلماء في معاني رهق. ربنا قال وخرقوا له وخرقوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني ليه يجعلوا له الشركاء؟ والشركاء دي ذاتهم ربنا خلقهم، شوف ذرت ما دام هم مخلوقين ما بيستحقوا العباد. ربنا قال وجعلوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ولذلك يعني هؤلاء النصارى في هذه الأيام يجلبون على المسلمين السخط والغضب. وكما جاء عند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمر حديث عجيب أن زيد بن عمرو بن نفيل دعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمه طوالي،
وهو والد سعيد من العشر المبشرين، وهو لم يدرك الإسلام وإنما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، خرج يبحث أو يسأل عن الدين، وقال لأهل قريش: والله ما أنتم عليه ليس هذا هو الدين. قال لهم: اللي أنتم فيه ده من عبادة الأوثان ومن التقرب إليها. قال لهم: ده ما الدين. قال لهم: الشاة خلقها الله وأنبت لها الكلى تذبحونها لغير الله؟ الغنماية دي ربنا خلقها ونزل لها المطر بقت تاكل في القش وسمنت وجابت لكم اللبن وجابت لكم العتان تطبحون تاكلوا منن، ها؟ تذبحونها لغير الله؟ لما تجوا تذبحوها لغير الله سبحانه وتعالى، كويس؟ زول يقول لك: والله الشغله دي لو حصلت انا امشي اطبح في القبه الفلانيه باربعه، هذا من الذبح لغير الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، وبوانة منطقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعياد وثن من أوثان المشركين؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نرجع للآيات الجبيل، ربنا قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كما قال تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. أي هذه هي القصة الحقيقية لميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. ربنا قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. يعني ربنا بيجادل في النصارى: أنتوا ليه بتعبدوا عيسى وأمه وقد كانا يأكلان الطعام؟ وهذا يدل على حوجتهما إلى الطعام وأنهما يقومان بغيرهما، والله هو الحي، الحي شنو؟ القيوم، الذي قام بنفسه وقام غيره به، وأيضا الذي يأكل الطعام يحتاج إلى إخراج هذا الطعام. شوف يا أخواننا، سبحان الله. ولذلك إبراهيم عليه السلام كما في سورة الشعراء لما تبرأ من قومه ومن عبادتهم لغير الله قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. طيب ليه يا إبراهيم عليه السلام لماذا قلت هذا؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين، كما قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي خلقني فهو يهدين. ولذلك في سورة يونس ربنا قال: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. هو يطعمني، قال الإمام القرطبي: هو هذا الضمير الظاهر الزائد ليس هي زيادة عن السياق أو للوزن الشعري أو كذا، لا، والقرآن ليس بشعر، وإنما هو ليدل على أن غير الله لا يقوم بهذه الأشياء. ده كلام الإمام القرطبي، ونقل لها شواهد. قال: والذي هو يطعمني ويسقين. ودي نعمة يا أخوان، في كثير من الناس يعني يحسب أن هذا الأمر أمر هين. في ناس تلقاه عنده مال ما عنده حد، مال كثير تلقاه مركب له فراشة يتغذى بها، تلقاه جارين به الأردن، جارين به مصر، ها،
زول تلقاه عنده مشكلة في المعدة بيقول له مثلا غير اللبن ده تاني ما عندك شغلة. تلقاه عنده مراح تعضان ماعز إبل قاعد ما بيقدر يأكل. وهكذا شوف ربنا انت أداك ها أي حاجة طيبة دي ما شاء الله بتطحن طحن جد، دي نعمة من الله. قال والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. دي كلها يا أخوانا المؤمن يستفيد منها، تقوي قلبك بالله سبحانه وتعالى عشان ما تمشي لك لدجال أو ساحر. هو يطعمني ويسقين، ما تعلق لك صورة في محلك أو محل شغلك أو في عربيتك أو غيره، صورة زول بني آدم يقول لك ديل بيجيبوا الرزق. ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما في زول بيجيب لك رزق أو تعلق له حجاب أو كذا ما بيجيب لك رزق. وهذا من الشرك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عشرة رهط، يعني عشرة أنفار، يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فبايع تسعة وأمسك عن واحد. قالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، يعني ليه يعني؟ قال إن عليه تميمة. قال العلماء والتميمة شيء يعلقونه يزعمون أنه يدفع العين، ده هو الليلة اللي بنسميه إحنا الحجاب. قال فقطعه فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال من تعلق تميمة فقد أشرك. أمورنا كلها أخواننا عند الله. ربنا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ربنا إبليس سألوا أداو، إبليس سأل الله قال لي الله بس ليوم القيامة بس، الله أداو. المشركين لما يقعوا في الشدة في البحر بيسألوا الله، الله بيديهم. المخلوقات الحيوانات الطير النمل البهائم بتسأل ربنا سبحانه وتعالى، كما قال العلماء إذا أجدبت الأرض رفعت البهائم رؤوسها إلى السماء تستسقي وتسأل الله الغيث والرحمة. أنت ربنا سبحانه وتعالى كرمك ومسلم ترفع يدينك لله ربنا بخيبك؟ عشان كده زكريا عليه السلام من دعائه لما دعا في سورة مريم ربنا جاب الدعاء كامل، قال ربي إني وهن العظم مني، الله بقيت كبير لغاية ما العظم بتاعي رقى، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وهذا الشاهد من الكلام، قال له يا الله أنا ما بي دعائك شقي، يعني ما حصل يا الله دعيتك وخيبتني أصله ما حصل. في ناس بيقول لك يا زول هوي أقع الفقرة ذيل، الله بيديك لكن ما بيديك سريع، شوف عليك الله العقيدة دي، الله بيديك لكن ما بيديك سريع، لكن أقع الفقرة ذيل يا ناس. قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال يا الله اديني ولد، وكمان ما تخلي ولد صعلوك، اديني ولد يكون رضي، رضي في نفسه رضي لوالدينه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. شوف ربنا اداه ولد بعدين الله اداه له اسم، قبل كده ما في زول ادى له ذاته. ولذلك يا اخواننا الانسان يرفع اموره كلها لله تبارك وتعالى ويسال ربه سبحانه وتعالى ويعلم كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم. ده يا اخواننا حديث عظيم بيخلي الانسان يعظم الرغبه في الله. قال وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فيرفع الإنسان جميع حاجاته لله تبارك وتعالى. ولعله الصلاة جات، نقف إن شاء الله إلى هذا الحد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.